الرئيس قولوا لنا، فنحن هنا من اجل حل كل هذه المشاكل، تاع ريسبيراتوار الى اخره. نحن الاليات اللي جهزنا 35 سرير وعندنا دي ريسبيراتور ثاني 10 راهم اون مارش، لما دابينا كامل الاسيري يكونوا مجهزين. اذا السيد الوزير صحة نتكفل بكل هذه المطالب، وفي الاسبوع الجاي ان شاء الله لازم كل المطالب هذه تكون موجوده. ديسبوزيتيف سير بلون هيومان سير بلون ماتيريال سير بلون دي انسترومون بور ريغلي لو بروبليم الى فاسيليتي لو ترافاي. جو ديري اوسي اون شوز، حفاظ على ارواحكم، حافظوا على ارواحكم طبعا المرضى، ولكن حافظوا على ارواحكم، حافظوا على صحتكم، وكل امكانيات باش تحافظوا عليها استعملوها. ان الدوله ستوفر كل وسائل الوقايه والحمايه لجميع مستخدمي الصحه، كما سيتم تزويد الممارسين الخواص بهذه بكل الوسائل. الدوله وبالرغم من الظروف الماليه الصعبه التي تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط، لن نتخلى عن أي أسرة جزائرية مهما كانت مكانها في الجبال أو في المدن أو في القرى أو في الصحراء. لقد وضعنا آليات للتضامن بفروعها المحلية للاستجابة للاحتياجات الأسر المعزولة، والتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية. لن نترك جزائريا واحدا بدون مساعدة. إن بلادنا والحمد لله في مأمن من أي نقص في المواد الغذائية ومخزناتها، كما هو الشأن لوسائل إنتاجنا كافي للاستجابة لحاجيات الغذائية على المدى البعيد.